مساء الخير على كل متابعي المصري اليوم في كل مكان. اهلا وسهلا بحضراتكم في لايف جديد، معي انا محمد القماش الصحفي بالجريده. بنرصد لحضراتكم تفاصيل واقعه جديده شهدتها منطقه السلام التابعه لمحافظه القاهره. هذه السيده ممرضه، يعني عينيها اصيبت باصابات بالغه مما ادى الى فقدانها البصر على يد جارها مسجل الخطر، كانت بتطالب هي واخوها بعدم بيع المواد المخدره امام المنزل. على اثر ذلك اعتدى عليها زي ما حضراتكم شايفين، فقدت النظر باحدى عينيها على هذا النحو المأساوي. هنعرف منها التفاصيل كامله يمكن في اول ظهور ليها بعد يعني صدور بيان صحفي من وزاره الداخليه بشان هذه الحادثه. بنرحب مصر اليوم، احكي لنا كده التفاصيل من بدايتها. حضرتك عرفي بنفسك اسمك. انا اسمي زينب، شغاله في مستشفى السلام. هو الولد دوت شغال، هو دايما بيبيع مخدرات بقاله فتره، فجه اتحبس وخرج بكفاله قبل ما يعمل فيا كده بثلاث اربع ايام. خرج يوم التلات بكفاله من النيابه وفي قضية مخدرات برضو. فجي بعدها كان هو أصلا المفروض في مكان كده بيبيع فيه، فالمكان ده هم يعني خدوه منه، فبقى معروف، فبقى يجي يبيع قدام البيت عندنا. فأخويا ماشي راجع من شغله لقاهم واقفين بيبيعوا، وقف قعد يزعق ويقول لهم محدش يجي يبيع هنا. فأنا خرجت وقعدت أقول له امشي من هنا. قعد شد مع اخويا جامد وضرب اخويا، بقى يزقه ويقول له مالكش دعوه، محدش ليه دعوه، وما توجهليش كلام، ما تقوليش ما تقفش هنا، محدش ليه دعوه، محدش ليه فيه. فانا خرجت بسلكهم من بعض، الناس كلها اتلمت وسلكوهم من بعض. فقلت له ما تجيش تقف هنا تاني، يعني ما تجيش هنا تاني. خد بعضه ومشي، وبعديها اخويا مشي، الناس مشيته وخلاص ما فيش حاجه. بعديها بنص ساعة كده لقينا الباب بيهبد، احنا ساكنين في دور ارضي فسهل ان هو يجي لنا على طول. لقيناه ماسك اسلحة في ايده وبقى يهبد على الباب ويقول لي هاتي الراجل اللي عندك وانت مالكيش دعوة، وبقى قعد يشتم فيا انا شتايم، بقى شتايم وحشة جدا. فقعدت امشي وراه واقول له امشي يلا من هنا. الناس جم اتلموا عليه، خدوا الاسلحه من ايده، بس هو كان اكنه شارب حاجه اصلا، ما عرفش كان ايه اللي حصل له. بقى يمسك الطوب من الارض يحدفه على البلكونه، بعديها راح جاب طوبه حدفها في رجلي، وبعديها الناس ماسكينه كده وانا واقفه، راح ماسك الطوبه راح حدفها لي في عيني، قال لي خدي يا بنت كذا، يعني خدي. هو افتكرني ماسكه الموبايل هصوره، راح مديني الطوبه في عيني. دي انا وقعت، انا ما حسيتش اصلا باي حاجه غير وانا في المستشفى. ايه بقى اللي حصل في المستشفى؟ في المستشفى رحت جريوا بيا على المستشفى، فعملوا لي اشاعات، وعملوا لي اشاعات مقطعيه عشان انا كنت بنزل دم من بقي ومن مناخيري، وعيني دي كانت بتنزل دم. فرحت عملوا لي اشاعات، وفي الاول طلع عندي كسور في عظم وشي. نزل لي دكتور، الدكاتره نزلوا بيبصوا في عيني لقوا عيني متصفيه، يعني خارجه بره. فقالوا لا دي انت عايزه تحولوني على مستشفى الدمرداش. رحت المستشفى فحصتني وخيطتني كمان، يعني انا متخيطه كمان فوق عيني. خيطوني وقالوا لي انت لازم تدخلي تدخل جراحي دلوقتي رمد، لان انت عندك هم الاول قالوا لي القرنيه منفجره فلازم تدخلي العمليات. فبعديها خلصنا الورق ودخلت العمليات. انا قعدت 3 ساعات في اوضه العمليات بيخيطولي الجروح اللي جوه عيني. هما كانوا فاكرين، هو الدكتور بيقول لي انا كنت فاكر داخل، فاكر ان القرنيه بس اللي مقطوعه. هو قال لي انت العين عينينا طبقات، قال لي الطبقات دي من اولها من اول القاع وهي خارجه لبره لغايه القرنيه، قال لي فاحنا حاولنا نصلح على قد ما قدرنا نخيطه. وتاني يوم قال لي تاني يوم هقول لك اذا كنت هتشوفي ولا لا. جيت تاني يوم بيفحصني، 3 دكاتره كانوا موجودين، فكل دكتور يقول لي انت مش هتشوفي بعينك تاني خلاص، احنا بس كل اللي بنعمله ان احنا بنجمل لك شكلا بس،
عشان تبقى عينك موجودة في وشك بس، عشان ما تقفلش. ما ومفروض بقى بالمتابعة، كتبوا لي على خروج وقالوا لي هنتابع. جيت هنا البيت لقيت نفسي بنزف برضو لسه من بقي ومن مناخيري. رجعت تاني المستشفى، كلمت الدكاترة، رجعت تاني مستشفى السلام، عملت اشعاعات مقطعية، طلع عندي في عندنا عظمة هنا شايلة العين، فالعظمة دي مكسورة. قالوا لي لازم ندخل نعمل عملية تجميل العظم علشان العظمة دي ترفع العين اللي هي بتسند عليها العين، عشان العين ما تقفلش. العظمة دي لو ما اتصلحتش العين عينك هتقفل، يعني كمان هتبقى مقفولة خالص، غير ان بصري خلاص يعني مفيش بصر، انا مش هشوف تاني اصلا بعيني. وبعديها بيكشفوا تاني على النزيف اللي بيجيلي، لقوا ان في عظمة هنا كمان مكسورة، قطعت الجيوب الأنفية بتاعت مناخيري. قالوا لي الجيوب الأنفية متهتكة جدا، فلازم ادخل عملية تاني علشان الجيوب الأنفية، يعني كذا حاجة ورا بعض مش حاجة واحدة. وهو اصلا هربان، يعني هو مش موجود هنا هربان، كل يومين ثلاثة يجي. الشرطة بتلاحقه وكده. ايوه هي الشرطة بتلاحقه وهو يجي، وعقبال ما الشرطة يعني تيجي يكون هو هرب. المباحث كلموك والكلام ده؟ كلموني، كلموني المقدم حسين الخيري، كلمني وجابني وقال لي انا مش هسيب حقك، وحقك انا هجيبه لك لحد عندك. بس هو الولد بيهرب، هو الولد مش قاعد في مكان واحد، هما بصراحة كل ما يجي لهم خبر ان هو موجود في مكان بيجري. ومقدم حسين الخيري اداني رقمه وقال لي لو عرفتي اي حاجة، وهم برضو مش ساكتين، هما فعلا دوروا في كل حتة هو المفروض يبقى متواجد فيها لكن هو بيختفي، طيب بس هما مش ساكتين بصراحة. يعني احكي لي بقى، انت دايما كنت بتطالبي المتهم دوت دايما كنت بنصحه ب 20 زيه زي اخواتي والله، يعني هو دي مش اول مشكلة يعملها، سنة تقريبا؟ عنده 20 سنة ومش اول مشكلة يعملها خالص. يعني قبل كده كان عليه 6 شهور في سلاح ابيض برضو، كان ماسك اسلحة وتهجم على ناس وخد فيها 6 شهور. وقبليها كانت الحكومة واخداه بمخدرات وعملوا له قضية مخدرات، بس خرج بكفالة عشان مامته جابت حد ان هو شغال، ان هو كان في حتة تانية، جابت شهود يعني ان هو كان بيلعب كورة ومش هو، مع انه هو متاخد قدام الناس كلها. طيب احكي لي، طيب انت دلوقتي عندك طفلة كام سنة؟ عندي بنتي عندها 9 سنين. 9 سنين، محتاجة لرعايتك ايوه طبعا هو دمر لي وتربيتك حياتي طبعا. خالص، يعني انا اقسم بالله انا اصحابي واخدين بنتي عشان ما تشوفنيش كده. بنتي كل شويه تسالهم تقول لهم هي ماما هتشوف تاني، هي هترجع تشوف تاني. انا صحابي قاعدين بيحضروا لها حاجه المدرسه عشان هم اللي يودوها، يعني هو دمر لي حياتي. حسبي الله ونعم الوكيل فيه، شغلك كله بيعتمد على على ابنك؟ عيني لا الحمد يمكن لله. مش هنتقل عليكي اكتر من كده. لو لديكي اي اضافة تانية حابة تقوليها؟ انا بس عايزة حقي يرجع لي، بس احنا في دولة قانون وان شاء الله حقك هيرجع لك. ان شاء الله. بنتمنى لك السلامة. بشكرك مرة أخرى على كل هذه التفاصيل. زي ما حضراتكم سمعتم معانا، دي كانت رواية ممرضة السلام كما اشتهرت إعلاميا. وزارة الداخلية أصدرت بيانا صحفيا بشأن هذه الواقعة، وقالت إن مرتكب هذه الواقعة لديه معلومات جنائية، ارتكب هذه الجريمة ولاذ بالفرار زي ما الضحية بتروي. وبتقول أيضا إن سبب هذه الواقعة إن هي كانت بتطالبه هي وأخوها بعدم بيع المواد المخدرة أمام محل سكنهم في مدينة السلام. كما اعتدنا طبعا من وزارة الداخلية دائما إن هي بتوفينا بكل ما هو جديد يعني بشأن مثل هذه الوقائع. مؤكد يعني سيكون القبض على مرتكب هذه الجريمة خلال الساعات القليلة المقبلة. بشكر حضراتكم على حسن المتابعة. كنت معكم أنا محمد القماش الصحفي بالمصري اليوم.